بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمرين مهم جدا غادي نخدمه من الكتاب ديال ماكسيمات ليكزارسيس دو في لاباج 128. لي زيكواسيون غادي نشوفو لي زيكواسيون مع لي نومب فراكسيونير، الاعداد الكسرية مع المعادلات، كيفاش نتعاملوا معاهم في هذا التمرين هذا. دونك نبداو بالمعادلة الاولى، عندنا ا موان اكس بلس 7 سير 4 ايغال ا. دونك فاش كيكون عندنا جينيرالمون، فاش كيكون عندنا هاد النوع من المعادلات، كاين الطريقة اللي بسيطة جدا اللي نقدروا نخدموا بها، وهي كنوحدوا المقامات ديال الاعداد كاملين ومن بعد كنتخلصوا من المقام، ولا كنسامبليفي حتى الاخر وكنوحد المقامات. من الاحسن من الاحسن نوحد المقامات ديال الاعداد كاملين، نتخلص من المقام ومن بعد نحدد الحل ديال المعادلة. دونك هنا بحال عندي هنا 4، هنا موان اكس، هنا ا. دونك 4 هو الدينوميناتور كومان ديال هاد لي نومبر هادو. دونك هنا غادي نرجع هاد موان اكس، غادي تولي موان 4 اكس سير 4 سير 4 راهي واضح باش نوحد المقام، زائد هنا 7 سير 4 و ا راهي 4 سير 4، واضح. فاش كيبقى عندي نفس المقام هنايا صافي كنحيد وكنشطب عليه. شنو الطريقه اللي درت علاش شطبت عليه؟ يعني بحال ضربت هاد المعادله كامله، بحال ضربتها فوا 4، كنضربها في هاد الدينوميناتور هذا. فاش غنضرب ليكواسيون فوا 4، هنا 4 غنضربها في هاد الحد الاول، غتمشي مع 4 غتمشي مع 4 هنا غتمشي مع 4، واضح. 4 فوا 4 سير 4 1 4 سير 4 1 4 سير 4 1. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، غادي نعاودوا نديروا معادلات اخرين باش تفهموا اكثر ان شاء الله. المهم انت فاش توحد المقامات صافي، غير شطب على المقام وحط غير البسط. هنا تبقى لنا موان 4 اكس بلس 7 ايغال 4، ونحل هذه المعادله. راه كنعرفوا نحلوا هذا النوع من المعادلات. دونك هنا نخلي موان 4 اكس ايغال 4 بلس 7 غتولي موان 7. دونك موان 4 اكس ايكال 4 موان 7 سي موان 3. هنا عندي موان، موان مشات بحال ضربت في موان زا عاوتاني ليكواسيون. بغيت اكس دابا غندير 3 سير 4. دونك لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 3 سير 4، واضح. 3 على 4 هو الحل ديال هاد المعادلة. ندوزو للمعادلة الثانية بي، عندي 5 سير 5 ايغال موان ز. دونك بنفس الطريقة عندي اكس سير 5 نخليها ايغال موان ز، هي موان 5 سير 5، انا واحد المقام، واضح. بحال ضربت في 5 وقسمت على 5، 1 في 5 راه هي 5 على 5، واضح. دونك دابا غادي نتخلص من المقام صافي. فاش كنوحد المقام صافي غير كنشطب عليه مباشرة، يعني الا بحال ضربت هنا في 5 وضربت هنا في 5، 5 غتمشي مع 5 و 5 غتمشي مع 5. فاش كنضرب نفس العدد الطرفين ولا كنزيد ولا كنقص، كيف ما قلت لكم راه ما كيتغير والو في ليكواسيون. دونك هنا تبقى لنا اكس ايغال موان 5 فوا 5 هي موان 25. ولا كندير الطريقة الثلاثية، بغيت اكس شنو غندير؟ غندير 5 في ناقص 1 على 1. دونك باردون، هنا درت 5 في 5، هاد 5 راه غير شطبت عليها بهاد 5، غتبقى لنا موان 5، غتبقى لنا اكس ايغال موان 5، واضح. هادي مشات مع هادي وهادي مشات مع هادي، غتبقى لنا موان 5. انا فاش جيت نتاكد هنا عاد البنت ليا 5. الا بغيت اكس انا بحال لا سيغ ان، بغيت اكس غندير 5 في ناقص 1 هي ناقص 5 على 1، غتبقى لنا ناقص 5. دونك ناقص 5 هو الحل. دونك موان 5 اي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. ندوزو ليكواسيون A, B, C. عندنا 3x سير 4 ايغال 2 سير 7.
دائما احسن طريقه نوحد المقام ونشطب عليه. واضح؟ دونك عندي 4 و7، دونك ندير هنا نضرب فوا 7 باش تولي 28، هنا نضرب فوا 7، هنا نضرب فوا 4، هنا نضرب فوا 4. العدد اللي ضربت فيه دينوميناتور كنضرب فيه نيميراتور. دونك 3 فوا 7 21 اكس سير 28 ايغال 2 فوا 4 8 سير 28. دونك هنا دابا ولا عندي نفس المقام شطب عليه، يعني بحال ضربت هنا في 28 وضربت هنا في 28. واضح؟ 28 تمشي مع 28 و 28 تمشي مع 28، وتبقى لي 21 اكس ايغال 8. الا بغيت اكس دابا شنو غندير؟ غنشد 8 ونقسمها على 21، يعني بحال قسمت هنا على 21 وقسمت هنا على 21. 21 مشات مع 21 و 8 على 21 ها هي. دونك ونكتب لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 8 سير 21. وندوزو ليكواسيون الاخرى دي نا 3x ايغال 1 سير 2 بنفس الطريقة. دائما هاد الطريقة راس بسيطة جدا، عندي المقام واحد هو جوج، يعني هنا نقسم على جوج نضرب في جوج باش يولي عندي نفس المقام. 2 فوا 3 هي 6x سير 2 ايغال 1 سير 2. صافي نشطب عليه فاش يكون عندي نفس المقام في المعادلة كاملة، غير نشطب عليه. دونك 6x كتساوي 1، نعاود نكتبها. الا بغيت x شنو غندير؟ غندير 1 على 1 على 6 ونكتب la solution de cette équation et 1 sur 6. واضح؟ واضح جدا. اذا هاكا كملنا التمرين الثاني، نتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان وتكونوا استفدتوا من هذا الشرح. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله باش نشوفوا باقي التمارين للاشاره. كيف ما سبق وقلت لكم راه ديجا خدمنا التمارين تقريبا كاملين، مش خدمناهم وانما حطيت لكم الحل ديالهم بي دي اف، صورته في واحد الفيديو، حطيت لكم التمارين كاملين التصحيح ديالهم مكتوب، ماشي مشروح بحال هكا، مكتوب اللي بغى يشوفهم. الناس اللي شويه كيعرفوا يخدموا التمارين، غير كتبقى لهم شي اشاره ولا شي حاجه اللي ما كيفهموهاش، تقدروا تشوفوا التمارين مكتوبين، راه ديجا درتهم في واحد الفيديو. ودابا غنبقاو نخدموا كل تمرين بوحدو بالشرح بالتفصيل باش اللي ما فهمش حاجه يفهمها ان شاء الله. اذا هذا جهدي عليكم، نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من القناه. ما تنساوش الدعم ديالكم، لايك كومونتير وبارطاج، واشترك في القناة باش يبقى يوصلك دائما الجديد. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.